السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم مشاهدينا الأعزاء في برنامج هيلثي لايف الرياضي من خلال برنامجنا. نقدم لكم فقرتين، الفقرة الأولى اللي هي عبارة عن نصائح عن التغذية، نصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم مجموعة تمارين ونشرحها لكم بالكامل على أساس تستفيدون منها بالشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم على أفضل طرق تساعدك في أنك تستفيد من التمرين بشكل كامل 100%. أول شيء طبعا عندك اللي هو الإجهاد العضلي. الإجهاد العضلي بمعنى أنك تحس جهد في المكان اللي أنت تمرنته. يعني على سبيل المثال أنت تمرنت تمرين، نقول مثلا تمرين السكوات أو تمرين مثلا تمارين الكروسفيت تكون فيها أكثر من عضلة، أخذت وزن جدا خفيف، فبالتالي الوزن هذا أول جولة ما حسيت بالتمرين، الوزن كان جدا خفيف عليك، ما في إرهاق نهائيا، معناته الجولة أنت ما استفدت منها بشكل كبير، مجرد كانت جولة تسخين. لما تزيد الوزن ولكن ما تزيد الوزن بشكل كبير، يعني على سبيل المثال ما أحط وزن عالي جدا ممكن يسبب لي إصابة، لا دائما خليك في السيفتي في الأمان على أساس ما تسبب لك إصابة. الرياضة هي أساسا رياضة لازم تحافظ على الأمان الرياضي قبل الإصابة، بمعنى أخذت الوزن حسيت بالوزن ثقيل، صحيح حسيت في نوعا ما من الإجهاد، هني أنت قاعد تستفيد من التمرين، راح أزيد أكثر، زدت أكثر في الجولة الثانية أو الثالثة عفوا حسيت في جهد أكبر، الجولة الرابعة مثلا أخذ وزن ثقيل وأخلي الشخص مثلا يساعدني على أساس ألعب التمرين بشكل صحيح ومن دون أي إصابة، راح تحس في إجهاد عضلي وتعرق وتسخين أو المكان متساخن للعضلة سواء الرجل سواء الأكتاف سواء الصدر، تحس في العضلة أنها سخنت وياك وشدت معك، معناته أنت وصلت هني حق الإجهاد العضلي وتمكنت من التمرين بشكل الصحيح. أيضا عندك التركيز في التمرين بشكل صحيح، معناته اختار زاوية التمرين وزاوية الجهاز بشكل كبير لازم يكون صحيح وياك. ليش؟ لأنه ممكن أنت لما تتمرن ما تلعب التمرين بشكل صحيح، فبالتالي ما راح تسبب لك أو ما راح تسبب لك اللي هو وصولك حق النتيجة 100%، وصولك حق التمرين بشكل صحيح، فأنت هني بالتالي لازم تحتاج أنك تلعب بشكل صحيح، تركيز في عدد العدات، في عدد التكرارات بشكل صحيح، على أساس تستفيد من التمرين بشكل كبير، وما تسبب لك أيضاً الإصابة، لأن أيضاً زاوية الذراع، زاوية الرجل، طريقة الوقف وقوف الرجل نفسها، طريقة رفع الجهاز، هذه كلها لازم يكون عندك التكنيك الصحيح على أساس ما تسبب لك أي إصابة وتستفيد من التمرين. مرات لما ما تأخذ التكنيك بشكل صحيح تحس أن العضلة نفسها على سبيل المثال عضلة غطنية، نقول الظهر قاعد ترفع مثلا صدرك إلى الداخل، يعني طيب بالطريقة الخاطئة ما راح يكون فيها شد، بس لما تلعب التمرين بشكل صحيح راح تحس أن في شد في منطقة في المنطقة الغطنية اللي هي أسفل الظهر. أيضا عندك الرجوع واختيار المدرب الصحيح على اساس يساعدك ويوجهك بشكل كبير، مدرب يكون مثلا ذو امان رياضي ويركز معاك في تمرينك في عدد عداتك في زاويه ذراعك ويوجهك التوجيه الصحيح على اساس تتمرن بشكل صحيح. ايضا عندك اللي هو التعب، التعب لما تحس انك تعبان طلعت من التمرين ولكن ما تتعب، مثلا تتمرن لثلاث ساعات تقول انا لا تعبت الحين وصلت حق الجهد، لا لا انت عندك ساعه تتمرن فيها الى 45 دقيقه يكون فيها التمرين بشكل صحيح وتكون تعبت بشكل كبير وتعرق، وراح تحس ان انت هني لعبت تمرينك بشكل صحيح وتعرقت، وايضا راح تلاحظ التعب نفسه اللي انت تعبته بالتمرين وتعبته نفس ما ذكرتكم في الجهد العضلي وايضا استفدت 100%. وهذا كان موضوعنا اليوم، ان شاء الله اتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديده.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل. راح اقدم لكم اليوم مجموعه تمارين مع الدامبلز الموجود جانبي. اول شيء طريقه التمرين راح تكون كالتالي، راح احرك الجسم بهذا الشكل، لاحظ طريقه التمرين، انزل بشكل كامل بهذا الشكل وبهذه الطريقه، نزلت شدت معي عضله البطان، صعدت عضله الاكتاف بهذه الطريقه، لاحظ معي طريقه التمرين، اخذ الذراع الاخرى ايضا بهذا الشكل، انزل بهذه الطريقه، وايضا اثناء النزول لاحظ في انحناء في منطقة الركبة نوعا ما أثناء النزول، لاحظ معي هذه طريقة التمرين. أيضا التمرين اللي بعده راح يكون كالتالي، راح آخذ الجهاز أو الدامبلز بهذا الشكل، أنزل بهذه الطريقة، ايضا التمرين هذا ياخذ لي العضله الاماميه للرجل وايضا العضله الاماميه للاكتاف. اثناء النزول راح يكون بهذا الشكل، لاحظ الدامبلز على هذا المستوى، اصعد بهذه الطريقه، الحين راح ابين لكم التمرين راح يكون كالتالي، ثلاث تكرارات، ايضا الذراع الاخرى ثلاث تكرارات، اخذ الذراعين بهذا الشكل. طبعا التمرين الاول هذا عباره عن تمرينين في تمرين واحد، وايضا حاول طريقه التمرين تكون معاك جوله واحده، او عفوا الجوله الاولى تكون تمرينين مع بعض، مثلا 10 تكرارات بعشر تكرارات، ايضا حاول الجولات تكون من 3 إلى 5. هذا التمرين الاول. التمرين الثاني راح يكون كالتالي، اثبت جسمي بهذا الشكل، احرك الذراع بهذه الطريقه. طبعا التمرين هذا اثناء نزولي على الرجل شدت معي عضله الرجل، اثناء صعود الدامبلز بهذا الشكل اخذ العضله الاماميه للاكتاف، نزلت بهذه الطريقة، آخذ أيضا الرجل والذراع الأخرى، حاول طبعا الذراع تكون بهذا الشكل، ما راح تكون بهذه الطريقة، لا بهذا الشكل. عدد الجولات تكون معاك اللي هي من 5 إلى 6 تكرارات، من 15 إلى 20. الحين طبعا التمرين الأخير راح يكون كالتالي، أحرك اللي هو بهذه الطريقة حق عضلة الأكتاف الأمامي، تمرين جدا خفيف فقط يحتاج تكرارات اللي هي من 15 تكرار إلى 20 الجولات، 3 جولات. وهذا كان تمريننا اليوم إن شاء الله، أتمنى الجميع استفاد منه، تابعونا بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.